بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين. قال مولانا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه العلماء حصون الامه وسور الاسلام. صدق مولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الايام تعود علينا ذكرى رحيل الفقيه المقدس المرجع الورع الامام المرسى مهدي الحسيني الشيرازي رضوان الله تعالى عليه وهو من ابرز تلامذه الامام المرس محمد تقي الشيرازي قائد ثوره العشرين ومن ابرز تلامذه الامام المرسى النائيني رضوان الله تعالى عليه السيد مرسى مهدي الشيرازي رضوان الله عليه كان شخصية مميزة احنا ما نتكلم عن الفقهاء هذا في سبيل احياء تراثهم احياء ذكرهم قال الامام الصادق سلام الله عليه من ورخ مؤمنا فقد احياه يعني حينما نذكر تاريخه نذكر قصصه احنا احييناه في النفوس ونطرحه قدوة ورمزا للمجتمع وهذا فد امر ايجابي ومطلوب علمائنا لازم نحييهم لازم نكتب عنهم لازم نسوي برامج خاصة عنهم لازم ننتج أفلام عنهم يعني إشراك الفن في إحياء ذكرياتهم الأمة اللي تريد تتقدم لازم تهتم بعظمائها لازم تحييهم وتحيي ذكرياتهم حتى الشعب يتعلم الخواص يقتدون بهذول العظماء المرسى الشيرازي مرسى مهدي رضوان الله عليه كان شخصية نموذجية في علمه كان في مدققا محققا وإضافة إلى العلوم الشرعية درس الرياضيات كان يعني عالم متبحر في الرياضيات وفي نفس الوقت كان طبيباً الطب البديل الطب الطب العرب الطب الشرعي كان ملم بامور الطب وفي كل مرض كل الم شيء كان عنده راي راي طبي في الموضوع المرسى مهدي الشيرازي عالم نحرير رضوان الله عليه العلم مطلوب يعني شرط لنهوض الامم شرط للتقدم يقول مولانا امير المؤمنين سلام الله عليه العلم اصل كل خير المجتمع اللي ما بيعلم يعني يعم الجهل الجهل ظلام الجهل فساد الجهل يعني نزاعات ومآسي يعني حروب يعني كثير من المشكلات العلم هو النور كما يقول مولانا امير المؤمنين العلم نور يفتح الطريق امام الامه وامام الفرد لكي يتقدم مرزا مهدي الشيرازي كان عالم نحرير وفطحل وبذل زهره حياته كل طاقاته في سبيل تحصيل العلم <applause> خاطره سريعه كان ينقلها سيدنا الراحل رضوان الله عليه المجدد الثاني على الامام السيد محمد الشيرازي رضوان الله عليه يقول في سفره كنا من كربلاء الى سامراء في شهر رمضان من من الشيء المعتاد في مدينتنا كربلاء المقدسه شهر رمضان كل يوم الناس مساء يروحون الى سامراء. فالسياره في طريق العوده او في طريق الذهاب عطلت. الناس يظلون ينتظرون ساعه ساعه ونص ساعتين ينتظرون, ينتظرون 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 الى ان تتصلح السياره تنطلق مرة أخرى السيد ينقل عن أبيه يقول مرزا كان وياه كتاب يمكن وسائل الشيعة فنزل من السيارة وفرش فرشة متواضعة هناك في الصحراء وفتح الكتاب والطلب اللي وياه أنه تعالوا نتباحث في أحاديث أهل البيت وسائل, وسائل الشيعة إلى مسائل الشريعة موسوعة روائية فقهية فخلال ثلاثة أربع ساعة ساعة أو أكثر قعدوا يتناقشون في الروايات الفقهية فكان مهتما جدا بالتحصيل العلمي وإحنا نعرف من اهتمامه وحرصه على الاهتمام بالتحصيل العلمي تربية أولاده أولاده وبناته من الجنسين كلهم علماء الأولاد طلعوا كلهم فقهاء علماء كبار سيد محمد رضوان الله عليه يضرب به المثل ويشار اليه بالبنان شخصية نموذجية عديمة النظير يعني ما عندنا في التاريخ فقيه ألف أكثر من 1300 كتاب وكراس وموسوعة فقيه موسوعي متبحر في مختلف العلوم كتب في مختلف العلوم هاي تربية مرسى مهدي رضوان الله تعالى عليه. <applause> فالسيد كان من ناحية العلم كان جدا يعني كر معتصم وكان بحر زاخر من العلم رضوان الله تعالى عليه. وشهد له القاصي والداني ورشح للمرجعية العليا ان يعني يصير مرجع الطائفة كلها لكن الاجل قد وافاه واختطفه منا رضوان الله تعالى عليه عرف في أوساط الحوزات العلمية وفي أوساط المجتمع بقدسيته مقدس كان مقدس جدا محتاط في شؤون الدين هاي الحالة القدسية القدسية يعني الصبر والشكر كل في موقعه و الورع عن المحارم الزهد هذا يعرفوه انه اذا اصيب بمصيبه يصبر عليها واذا اعطى نعمه شكر شكرها ويتورع عن المحارم كان زاهد زاهد زهده مضرب الامثال كان يمكن في زهده وورع يذكر عنا في سيرته الذاتيه كان رضوان الله عليه يقود الحوزه العلميه في كربلاء المقدسه اللي ذيك الفتره يمكن حوالي 2500 رجل دين فيها الى قريب 3000 رجل دين ذاك الوقت في عهده طلاب رجال دين من خطباء واساتذه حوزه ووكلاء وامثالهم السيد كان هو الرمز فكان يحتاج الى نثريات للصرف على الحوزه، يحتاج الى الراتب راس كل شهر، وكان يعيش في ضائقه، ضائقه شديده جدا، ضائقه عصرته عصرا، فجاءه احد التجار، جاءه وقال له اني مديون مبلغ كبير من الحقوق الشرعيه، الدين ماله يبلغ بحساب ذاك الزمان، السبعة عشر ألف دينار ذاك الوقت الوحدة السكنية المنزل كان يشترى بأربعمائة دينار لعله أقل يمكن قبل ذاك الزمان يعني قبل ذاك العهد بعد أرخص كان فأنا أتذكر في الستينيات من القرن الماضي منزل يبنى ويكمل حدود الخمسمية خمسمية وشوية عشر ألف دينار مبلغ ضخم يعني يعضد نشاط السيد في إدارة الحوزة العلمية يمكن سنتين أكثر من سنتين يتمكن اقتصاديا أن يدير شؤون الحوزة بال عشر ألف دينار لكنه صار عنده الشبهة السيد صارت عنده الشبهة هل أن هذا التاجر فعلا مديون هالمقدار لو ما مديون يعني هل 17 ألف فعلا هي حقوق شرعية وفق الحكم الشرعي يقول لا أموال صاحبها شبهة صارت عنده يعني ما اتأكد أنها خمس فما استعد يستلم ما استلم الأموال وهو في أشد ضائقة ما استعد أن يستلم هالكمية الضخمة من الأموال في سبيل أمور شرعية في سبيل أمور إنسانية خدمة المجتمع كان حساس في صرف الأموال جدا يعني الشريعة المقدسة رسول الله وأئمة البيت كانوا حساسين في المال العام مع أنهم أنهم معصومون ولهم الولاية في التصرف وتصرفهم بالقطع واليقين يكون صحيح في مورده كل صحيح مع ذلك يحتاطون في الشأن المال العام جدا السيد ما كان يصرف من المال العام لشؤونه الشخصية كان عنده نقل في سيرته أنه كان عنده فد مدرج داخل المنزل في المكتب ماله هنا في شارع الإمام علي فعنده أدراج أدراج وحدة مكتوب عليها نذورات وحدة مكتوب عليها حقوق شرعية الخمس وحده مكتوب عليها عبادات استجاريه ومختلف العناوين الماليه الشرعيه، كل وحده لها درج خاص. وحده مكتوب منها عليها هدايا. فكان رضوان الله تعالى عليه احيانا تجي هدايا والناس عموما مجتمعاتنا المتدينه لحبها لرجل الدين، حبها للمرجع واخلاصها له تقدم له هدايا. وانا شاهدت يعني موارد يمكن اكثر من مورد معين اللي تاجر يعطي هديه كبيره لعالم معين معتقد بهذا العالم يعرف انه هذا دا يجاهد هذا دا يشتغل وما عنده موارد شيء فيعطيه هديه كبيره هاي الهديه مرزا مهدي الشيرازي حياته كانت يعني تجري بدعم الهدايا يعني الشيء الشخصي الشخصي اللي لا شبهة فيه مطلقا فكان دائما هكذا وحينما كان يعني درج الهدايا ما في شيء كان ياخذ مقدار قليل من درج الحقوق الشرعية ويعتبره قرض يعتبره قرض وهو مستحق يعني هو السيد ابن رسول الله اذا محتاج الى حق سهم السادة وهو فقيه سهم الامام هم يرجع إلى يتصرف بمصالح المسلمين في سهم الامام فاله كامل الحق مع ذلك ما يستعمل ورع هكذا كان الزهد الزهد والورع يخلي الانسان يخلي المجتمع على الطريق المستقيم اذا فد انسان ورع بعد ما مستعد يتنازع مع احد ما مستعد يتكلم كلام ضد احد. ما مستعد ان يحتال، ما مستعد ان يتصرف في المال العام. المال العام اللي مال الامه، مال بيت المال، ما يجوز يستعمله فيكون ورع. ودنشوف الان في بلاد المسلمين شقد اكو استهتار بالاموال العامه في مختلف بلادنا. شقد اكو سراق المال العام ياكل السحت و على كل حال حياة فساد، فساد اداري. السيد رضوان الله تعالى عليه كان حساس في صرف المال العام، حساس منتهى الحساسية. فما يستلم المال اللي شوية بشبهة ولا يتصرف في المال اللي هو مصداق يعني هو مصداق لمن يستحق من هذا المال العام، ما مستعد يسوي هذا الشيء. فورع صار مضرب للامثال وتمكن بورعه وبعلمه ان يربي يربي جيل من المؤمنين الناس الذين التفوا حول رايته في مدينه كربلاء المقدسه وساروا تحت هذه الرايه وتعاونوا معه كلهم اناس متدينون ورعون مثقفون ومهتمون بشؤون بشؤون العلم بشؤون الحوزة بشؤون الديانة بشؤون الحسينية كان مهتم جدا بالقضايا الحسينية لأن القضية الحسينية مدرسة للأجيال القضية الحسينية تنتج الإنسان المتدين تنتج الإنسان الشجاع الإنسان المضحي لمبادئه هاي الشعار الحسينية التي <applause> التي اعتدنا عليها في شهر الامام الحسين محرم الحرام هذه مدرسه تربي الامه على القيم مرزا مهدي كان مهتم فيها رضوان الله عليه وكان نقل في سيرته الذاتيه انه يوميا صباحا كان يفتح كتاب وحده من كتب مقاتل الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه فيقرا مقطع منه يقرا مقطع منه وتجري دموعه ويستذكر احداث عاشوراء ومصائب مولانا الامام الحسين سلام الله عليه اللي جاء في الحديث الشريف ما ذكره مؤمن الا بكى فمرزا مهدي الشيرازي رضوان الله تعالى عليه شخصيه نموذجيه ما صرف وقته في اي نوع من الامور الهامشيه مطلقا تذكر في حياته وفي سيرته الذاتيه انا سمعت هذه القصه من العالم الرباني الجليل آية الله السيد احمد الخاتمي رضوان الله تعالى عليه وهو كان من الملازمين لمرزا مهدي ومقلد له ويدرس في حوزته وكان خطيبا بارعا رضوان الله تعالى عليه ومربيا كبيرا السيد مرزا مهدي كان يدرس في حوزة سامراء فترة معينة هناك كان في حوزة سامراء هناك جيل من الطلبة يدرسون وكل واحد في مرحلته ومهتمين في أيام الخميس والجمعة الطلاب يخرجون لبعض المزارع والبساتين للترفيه أو يذهبون إلى النهر للسباحة صيف ساخن جدا وفي المدرسه ماكو يعني ماكو خدمات للغسل كذا بالشكل المطلوب يعني مدرسه المجدد الكبير في سامراء فكانوا يخرجون للسباحه ومسأله جدا طبيعيه فمرزا مهدي مدعو انه هو واحد منهم مدعو ان يطلع وياهم ما كان يرضى ان يطلع مره مرتين ثلاث مرات عشر مرات ما يرضى يطلع سيدنا اطلع ويانا يقول عندي شغله اطلع ويانا يقول عندي قضيه عندي كذا شيء ما ما يطلع خلص قافل فبعض الطلبه شكوا انه عنده شيء خاص انه عنده فد مصلحه معينه فد شغله معينه غير مالوفه شكوا به ففي احدى الاسابيع عصر الجمعه طلبه المدرسه كلهم طلعوا هذا الفرد الشاك بقي في غرفته يراقب السيد يراقب يرصده انه شنو يسوي عصر الجمعه يبقى وحده شنو؟ ايش عنده؟ فراقبه شاف السيد من الطلبه كلهم يروحون والمدرسه تفرغ وماكو احد بعد اصلا السيد يطلع ويضع عباءته على راسه على راسه على حتى أحد لا يشوفه إذا أحد شافه لا يعرفه يطلع فهذا الراصد المراقب هذا تبعه تبعه وين ذا يروح السيد؟ راح وراه راح وراه راح وراه إلى أن شاف السيد طلع من المدينة مدينة سامراء طلع خارج المدينة وين راح؟ راح إلى المقبرة المقبرة العامة دخل المقبرة وفجأة مسافة بعيدة هو ديراقبه شاف غاب السيد ما هو راح تقدم شاف اكو حفرة السيد الحفرة طبيعية او هو حافرها السيد داخل هاي الحفرة ومتمدد ومخلي عباته على وجهه ويقرأ الآية الكريمة رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت ثم يجيب نفسه كلا انها كلمه هو قائلها ويعول بالبكاء ففتره هالشكل يقرا ويبكي يقرا ويبكي الى يعني يخلص البرنامج ماله ربع ساعه نصف ساعه اكثر اقل بعدين يطلع ويرجع الى المدرسه وهذاك الراصد يراقبه فكان من هذا النوع اللي في عز الشباب مرحله الدراسه مالته يحفر قبر ويمتد به ويشعر بانه في محضر رب العالمين كل لحظه رب العالمين دا يشوفه شنو يقول شنو يسوي شلون يتصرف بالامور شلون يتعامل مع الاخرين شلون يتعامل مع العائله شلون يتعامل مع الزميل والصديق والجار شلون يتعامل مع الطالب ومع الزبائن ومع الاخرين فكان حساس جدا في كل حركاته وكل سكناته لذلك وصفه تلامذته ووصفته محاور الحوزات العلمية بالفقيه المقدس إنه فعلا كان قديس فعلا كان فد نموذج يعني قليل النظير الإنسان المقدس يعني ورع ورع فول كاملاً ورع يحجزه عن معاصي الله إذا صار ورع من هذا النوع هذا الإنسان إلى كفاءة أن يصير قائد نزيه للأمة هذا الإنسان اللي يقدر ينجز للأمة إنجازات كبيرة وينقذها من مآسيها وإن شاء الله في المستقبل نتكلم عن بعض مواقف المرزق رضوان الله عليه في القضايا العامة. قضايا انتشار الإلحاد في العراق وقضايا انتشار بعض المفاسد في إيران وفي العراق وإن شاء الله يكون كلام في موقعة لأنه ذكرى يوم 28 شعبان ذكرى رحيلة رضوان الله ومن حق علينا أن نذكره <applause> إحنا ببركات مرزا مهدي جئنا للمسيرة الحوزوية ومسيرة خدمة المجتمع يعني مرزا مهدي أن تجنى الإمام المجدد السيد محمد الشيرازي رضوان الله عليه وأن تجنى الإمام المقدس الفقيه المحقق الله العظمى السيد صادق الحسين الشيرازي أيضا فقيه نموذجي هذا شعاع من أشعة مرزمهدي مهدي رضوان الله عليه وأن رضوان الله عليه المفكر الإسلامي الكبير الشهيد المجاهد البطل السيد حسن الشيرازي رضوان الله تعالى عليه مؤسس الحوزة العلمية في الزينبية يعني الحوزة الزينبية هي الشعاع من مرز مهدي الشيرازي رضوان الله تعالى عليه فرضوان الله عليه سلام عليه حين ولد وحين عاش مقدسا مكافعا في الحوزات العلمية وسلام عليه يوم أدى الأمانة ورحل إلى الرفيق الأعلى رضوان الله تعالى عليه، نرجو من الله تعالى أن يوفقنا للسير على هداه الذي هو هدى أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.